لأنك تحدثت عن أكثر مباراة جيدة، بغض النظر عن جدول الترتيب كان لك اختيارك الخاص لأفضل فريق في الدور الأول، أفضل أكيد. فريق ولماذا؟ أكيد الشارقة، نفس ما قلنا أن الشارقة أحسن فريق، مع التنويه بمستوى النصر اللي رغم بعض النتائج السلبية ولكن النصر في الأخير كمل ثالث وتطور مستواه، وفانوفيتش يعني استحق التنويه مع نادي النصر. الشارقة يمر قبل الأهلي حسب رأيي، لأنه نسق تصاعدي، لأنه المجمل الشكلي اللي ظهر به الفريق كان حسب إمكانيات الفريق. الأكثر بداية الموسم كان دفاعية، نهاية المرحلة كانت نتائج وأداء هجومي متوازن، يدافع ويهاجم مع أداء فردي جيد. أنا أعتقد هذه إمكانيات الفريق، الفريق اللي صعد من الدرجة الثانية يستحق التنويه. فريق الدور الأول هو دريم تيم، فريق الأحلام، مرة أخرى صعوبات كبيرة أن نحصلها. يعني أنا شوف حتى بدلاء حاطنتي، حصلنا بدلاء على أساس الدكة. إنه لأنه بيكون ظلم في حق بعض اللاعبة اللي عملوا مجهود كبير في مرحلة الذهاب على 13 مباراة، إنما ننوه بهم. أكيد محمد يوسف 13 مباراة قابل إلا 11 هدف في 13 مباراة، أنا أعتقد يستحق التنويه، هو أحسن حارس. هذا بالنسبة لحراسة المرمى، لحراسة المرمى بالدور الأول. عبد العزيز هيكل، عصام ضاحي إضافة لبشير سعيد، ومعنا محمد، هذا الرباعي اللي اخترت انت في خط الدفاع، اثنين من الاهلي واثنين من الشباب، اثنين من الاول اثنين من الثاني. لا عصام ضاحي يعني يعني خرج كل المهاجمين اللي جاوا قدامه تقريبا من الموضوع يعني، وتصدى للمهاجمين جرافيتي، جيان، مونوز، المهاجمين الكبار كل لعب مباراة كبيرة ضدهم. عبد العزيز هيكل بصراحة كذلك يعني كان ثابت جدا، اختيار شارك مانع في 12 مباراة مانع في هذا المركز. عاطفي كان اختيارك؟ لا عاطفة. مش عاطفي بس الولد شارك في 12 مباراة ومجتهد جدا رغم انه ايمن يلعب في الخانة اليسرى. واجتهد يعني حل مشكل فريقه مرة واحدة يعني الجهة اليسار. بشير كان مؤثر ومؤثر ومؤثر جدا في 6-7 مباريات الأولى، ثابت المستوى، متميز جدا. كذلك بشير يحسب له شارك في 13 مباراة. يعني بالنسبة للمدافع انه 13 مباراة مع التأثير الهجومي لبشير في نادي الأهلي، انا اعتقد كان قائد ومهم جدا. وسط الميدان المتوازن حسب رأيي واللي جيد جدا، عمر 12 اسيست، يعني يستاهل رغم انه سجل هدف وحيد. ماجد 11 مباراة، كيم جيد جدا، كيم الاكتشاف اللي الناس كل يعني ننوه به مرة اخرى، 11 مباراة وهدف، جاب 3 نقاط ضد الشعب. وشياو واحد ابرز لاعب بالنسبه لي، 13 مباراة لسياو، 13 مباراة لسياو، 13 دافع فيهم بطريقة جيدة، سجل 6 اهداف وصنع 4 اهداف غير اللي ضاعوا، غير اللي ضاعوا نفس مرة اخرى نعيدها، اللي ضاعوا. عبد العزيز برادة بداية شوية ونهاية جيدة جدا، يعني احصائياته كذلك جيدة، شارك في 13 مباراة برادة يحسب له كذلك، سجل 6 اهداف وصنع 5، أرقام محترمة جدا. وجيان أكيد يعني هدف، أكيد 16 هدف كافي، 16 هدف من 13 مباراة كذلك يستحق التنويه. هنا نقول جانب بالنسبة للاعبين هذوم، فارق لعب، عدد المشاركة دائما ما ننوه بها لأني معطى مهم جدا، احنا نقيم في 13 مباراة مش صح. في مباراة وظهور مرة بالضبط. طيب، ولذا مهم جدا عدد المشاركات. البدلاء اللي عندي اخترتهم كابتن زبير، سيف يوسف في حراسة المرمى، واضح، شاهين عبد الله، شاهين عبد العزيز صنقور، شاهين عبد الرحمن هولمن، اوكي، احمد خميس، اسماعيل حمادي، كارلوس مينيوز، وحبيب الفردان. انا مستغرب ان جرافيتي مش موجود. لا لانه بصراحه لا يكون ظلم في حق عديد اللاعبين، بالعكس هو اللي مظلوم ومش موجود هو توري لاعب النصر، يعني ما يكونش ابراهيم توري مش موجود. ابراهيم توري ثاني الهدافين اليوم، بس الدكة بس يعني ثبات، أنا نقول مونوز كان أكثر ثباتا من توري، توري غا في بعض الفترات، ولكن اللي ما تسألش عليه بتسأل على توري، فعلا يعني كان جيد جدا، على إدير اللي مستوى جيد، وعديد اللاعبين شافني في أسماء تستحق أن تكون موجودة. وهذا ليش احنا دائما نقوله في حيرة، لأن يعني المستوى طلع بعض الشيء. أنا أعتقد شاهين يستحق التنويه، مدافع جيد صغير. عبد العزيز صنقور كذلك بصراحة رغم كل شيء ثابت. هولمان 4-5 مباريات الأخيرة يستحق التنويه. حبيب الفردان ممكن حتى يكون أساسي أنا حسب رأيي، والثناء عندك على أطراف أحمد خميس وإسماعيل حمادي، على جزئية صغيرة تلعب. أنا أعتقد ماجد كان أكثر ثباتا. طيب.